السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مبروك رمضان بالصحة وطولة العمر ان شاء الله. اليوم غادي ندير لكم ضفيرة بحال هادي. انا صوبت هادي وقلت علاش لا ما نوريكمش الطريقة ديالها في هاد الجهة الاخرى. كيجيو جوج هكا. بالنسبة اللي عندها البنيات الصغار وما كتعرفش تخدمها، تبع معايا الطريقة. هنا كناخدو هكا عن طريق مثلث بهذا الشكل، وكنقسموها على ثلاثة ديال الأجزاء هكذا، وكنبداو نضفرو نخالفوهم مع بعضياتهم هكذا. هزي راسك الفوق، كل وحدة كنهزو بارتي من الجنب وكنديوه اهم حاجة في الضفرة هي انكم تزيروا يديكم باش ما تجيش مرخوف. دابا غنهزو من الجهة الاخرى ونحطوه هكا بعدي شوية باش يبان هاك. كنمشيو الشعر كامل بهاد الطريقة، كنبقاو ناخدو من جويه بجوج، شوية من هنا وشوية من تحت. لكان الشعر فازق بلا ما تنشفوه، صوبوه بالشعر يكون فازق باش ما يجيش مشنتف. الا كان ديرو بغوشينغ يكون احسن. ناخدو لي بارتي يكونو رقاق شويه ما يكونوش غلاط. الا كانت لاميش مكمشه بحال هكذا كتحاولوا تسرحوها بيديكم. كي اللي كيجمع غير النص هكذا صافي، حدو هنا وكيخلي الشعر هذا التحتاني يبقى مطلوق، حتى هي كتجي زوينه. ولكن الا كان الشعر مصوب كنكملوا هاد الطريقه، كنكملوها الشعر كامل حتى لتحت.
سالينا الضفيره ديالنا، كاين اللي كيبغي يجمعهم فروقه وكاين اللي كيجمعهم مع بعضياتهم هكذا. ونتمنى من الله اللي عندها النيه تجرب هاد الضفيره هادي وترد عليا الخبر بالصحه والراحه. ايناس الله يعاونكم، فيديو جاي ان شاء الله.